دكتور مجدي الحفناوي نقيب أطباء الغربية الأسبق وعضو مجلس معهد الكبد القومي بالمنوفية. الحقيقة النهاردة احنا متواجدين علشان حدث فني كبير يعتبر إضافة لأنشطة هذا المعهد ولجمعية أصدقاء مرضى معهد الكبد القومي، إن احنا النهاردة في تجربة فنية رائعة تمثل فلسفة تزاوج الفنون. النهاردة التزاوج بين فن الشعر والنظم والفن التشكيلي، وبالأحرى فن الطباعة وفن التشكيلي، ومزج الفن الحروفي بما كتبه الدكتور عمرو فجر لطيف الشاعر لقصائد أنشدها المنشد الكبير الشيخ ياسين التهاني. هذا المعرض يمثل إضافة حقيقية للفنون التشكيلية، لأنه فكرته طبعا فكرة جديدة يعني. والحقيقة أنا بشرف أنه يعني أنا من ضمن يعني المهتمين جدا بفنون والمهتمين جدا بقضايا تزاوج الفنون من سنوات طويلة جدا، ونشأت هذه الفكرة في صالوني للنخبة تزاوج هذه الفنون. كان العرض الأول بجامعة طنطا منذ شهر تقريبا، حيث كان الشيخ ياسين التهامي موجودا ويمثل الإنشاد الديني ويمثل القدر العظيم من التراث لهذا الإنشاد، يعتبر هو زعيم المنشدين في العالم العربي، وبمعرض الأستاذة الدكتورة رانيا الإمام الفنانة الكبيرة الموهوبة ووكيل كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، وأدبنا الشاعر المتميز المتألق دكتور عمرو فرج لطيف بما كتبه وأنشده لأول مرة الشيخ ياسين التهامي. هناك 8 أعمال بالفعل أنشدها الشيخ ياسين للدكتور عمرو فرج لطيف. طبعا كون المعهد يتبنى هذه الفلسفة شيء عظيم، يضاف لرصيده المجتمعي وبالذات اهتمامه بقضية الفنون بعامة وتزاوج الفنون بخاصة، وحرصه على الارتقاء الكبير بالذوق العام الذي يتماشى مع فلسفة هذا المعهد الكبير.